اللي بتأثر عليه وعلى مستواه في الملعب، وده اللي كان واضح في الفترة الأخيرة خلال مباريات الدوري. ومعانا دلوقتي عبر الهاتف كابتن عادل عبد الرحمن. يا مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا شيماء، ازيك عامله ايه؟ طبعا الف مبروك على النتيجه الاخيره 2-0 والفوز النهارده. الله يبارك فيكي، والحمد لله يعني النتيجه كويسه مع ظروف صعبه كانت في الفريق، يعني وعدم استعانه باي لعيب من الفريق الاول مع اصابات كتير، لكن اللعيبه النهارده ادت اداء كويس ومميز. طيب كابتن عادل، عايز اسال حضرتك، النهارده الوفد كاتبه ان في عروض بتنهال على لعيبه فريق الشباب في النادي الاهلي، وان حضرتك فعلا ابتديت تعمل تقارير وتطلعها لمجلس اداره النادي الاهلي عشان تاخدوا قرار اذا كان ممكن يتم السماح للعيبه دي ان هو يطلعوا اعاره ولا لا. بص يا شيماء، عايز اقول لك الكلام كتير في الوقت الحالي، والناس عماله تتكلم كلام كتير قوي في لعيبه وفي ظروف، واحنا اهم حاجه احنا عندنا بنشوف اللعيبه اللي تصلح للفريق الاول، اهم حاجه عندنا نادينا وفرقتنا. حته الاعارات والحاجات دي جايه من الاداء المميز اللي عملها اللعيبه عندنا يعني. صحيح. ولكن العروض دي بيديك انطباع ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح، ولكن ما حصلش الكلام ده، ولا كان في تقرير ولا اي حاجه. لسه بدري، احنا بندرس دلوقتي كيفيه ان احنا نطلع لعيبه للفريق الاول، كيفيه. صحيح. ان احنا الفريق الاول عندنا يستفاد الاول من كل القدرات اللي عندنا قدرات كويسه، والفريق الاول محتاج كل لعيب جوه النادي، مش فرقه الشباب بس، القطاع كله. اكيد. والقطاع كله تحت امر الفريق الاول اولا، وبعدين ندرس بعدين لما يبقى في ارتياحيه ندرس مين اللي ممكن يطلع ومين اللي ممكن يقعد ومين اللي يشتغل في فرقه الشباب بالذات، بعد ما نتكلم مع الفريق الاول. لكن المسؤولين عن الفريق الاول في الوقت الحالي مسؤولين جدا بالماتشات، اديكي شايفه الضغط، المباريات على الفريق الاول كل ثلاث ايام هنلعب مباراه، فدي فيها صعوبه ان احنا نتكلم حاجه غير المباريات، وغير ان احنا في الوقت الحالي كيفية ازاي ان احنا نستفاد من كل لاعب. اكيد. لاعب عندنا في فرقة الشباب. اكيد كابتن عادل، يعني حاجة كويسة ان الناس كلها بدأت تتكلم على فرقة الشباب ان هم ياخدوا منها لاعبين ويطلعوا اعارات، احنا نشوف مصلحة النادي في الأول وبعدين مصلحة بعد، ولكن إلى الآن ما فيش طرح لأي موضوع من الموضوع ده خالص. يعني كابتن عادل، الخبر ده لأساس ليه من الصحه مجرد اجتهادات بس من كتر ما احنا شايفين طبعا الاداء المميز والنتائج المميزه لفريق الشباب في النادي الاهلي. ودي حاجه كويسه، ودي حاجه ايجابيه يجب ان احنا نبقى سعداء فيها كنادي وكفرقه الشباب، ان هم بقوا رقم كبير، واكيد كل الانديه اللي عايزاهم، اكيد دوري ممتاز. اكيد. فيبقى دي حاجه كويسه، ولكن في الاخر اقدر اقول لك ان الاهم شيء في الوقت الحالي ان احنا ازاي نشوف لاعبتنا لفرقتنا الاول، وبعدين مع المسؤولين كلنا بنقعد ونتكلم، لكن لسه ما فيش حاجه من الامور دي تمت. امتى نشوف فريق الشباب عندنا بيطلع لنا بقى حسام غالي تاني وعاشور وربيعه؟ امتى؟ لا، في موجودين وان شاء الله هيطلعوا، بس هي عاوز اقول لك حاجه، اهميه يعني اهميه طلوع اللاعبين، احنا عندنا لاعبين في اعاره، عندنا 7 لاعبين في اعاره من الفرقه عندي، عندنا 7 لاعبين ثانيين كمان في الفريق الاول، والباقي من اللعيبه عندي 12 او 11 لعيب باقي في الفريق اللي عندي، بس انا بتلعب يعني انا سعدت بالموضوع، مش ان فرقه الشباب بس، انا باخد من جميع لعيبه النادي، يعني باخد لعيبه 2001 وباخد لعيبه 2002 وباخد لعيبه 2000 وباخد لعيبه 99. فهي الجميل في الامر ان احنا بنوسع قاعده اللاعبين الكويسين، ولكن حته طلوع حسام غالي جديد وحسام عاشور جديد محتاجه مننا شويه صبر، ومحتاجه مننا ان احنا نقدم اللعيبه بصوره جيده. انت ممكن تبقى لعيب كويس لكن ممكن ما نتقدمش بصوره كويسه، فممكن نفقد فيه الثقه، لكن اختيار الوقت مهم جدا ان احنا ندفع في اللعيبه، اختيار اللاعبين اللي هم يصلحوا للنادي الاهلي، لان مش كل لعيب ممكن يكون لعيب كويس في الكوره ممكن يصلح للنادي الاهلي. خلي بالك النادي الاهلي فرقه محتاجه اللاعب يبقى مهاريا وبدنيا وسلوكيا وضغط عصبي عليه، لان احنا نادي كبير
محتاجين اللعيبه اللي يكون عندها صفات شخصيه قويه. صحيح. فاحنا ان شاء الله بنعد فيهم وبنشوف مين اللي هيصلح ومين اللي ان شاء الله يطلع. وبطمنكم ان عندنا ناس كتير قوي وكان موجودين في الفريق الشباب، وكمان في لعيبه كويسه مع الفريق الاول من فرقه الشباب المفروض من الاعمار من العمر السن ده. فاحنا وفي لعيبه بره عرف احنا عندنا لعيبه كويسه قوي، ولكن هي بس عايزه هدوء مننا وصبر وان شاء الله كله هيبقى كويس. اكيد شفنا لحضرتك تصريحات كتير قوي في الفتره اللي فاتت عن مشاركه مؤمن زكريا مع فريق الشباب في اكتر من لقاء، واتكلمت عن اداء مؤمن زكريا وان هو راجع تاني وهتشوف مؤمن زكريا بتاع زمان، وطبعا ده كان قبل تجديد تعاقده مع النادي الاهلي. فعلا يا شيماء عايز اقول لك حاجه، احنا فرقتنا مش ان احنا نطلع بس لاعبين في الفريق الاول، احنا الفرقه كمان شغاله في تجهيز اللعيبه اللي في الفريق الاول كمان اللي هم محتاجين يجهزوا. فمؤمن زكريا من اللعيبه الكبار اللي حابب يجهزوه، فطلبوا انه ينزل يجهز معانا، نزل وادى اداء مميز. وكمان في عمار بينزل يلعب اداء، في احمد ياسر ريان عمل اداء متميز جدا وجاهز جدا تماما، وبالعكس بقى من هدافين البطوله واحرز اهداف كتير قوي. النهارده هو ما لعبش معايا ولا هو ولا عمار لظروف الفريق الاول، واحنا اهم حاجه عندنا الفريق الاول قبل اي فرقه، لاني انا ما ببصش على النتيجه رغم ان الحمد لله مش كويس وفرقيت كويس واحنا الاول في الدوري، ولكن الاهم من كده ان احنا نبعد الفريق الاول. الفريق الاول عايز ايه؟ احنا نشتغل على الفريق الاول. فالتجهيز لعيبه الفريق الاول دي من اهم مهامنا، مهام الفرق الشباب. صحيح. او الفرقه اللي موجوده تحت الفريق الاول من اهم المهام بتاعتها، ان يصعدوا لعيبه كويسه للفريق الاول وانه يجهزوا لعيبه، وبالاخص ان الاتحاد عامل لائحه انه من حق اي فرقه ينزل ثلاثه لعيبه من اللعيبه الكبار ينزلوا يلعبوا عشان يجهزوا، ودي حاجه كويسه. صحيح. شكرا ليك كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب في النادي الاهلي، بشكرك جدا على وجودك معنا. نرجع نكمل معاكم اخبار النادي الاهلي من على الصحافه.